أعزائي متابعي طقس العرب، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم من جديد آخر التحديثات على صعيد الحالة الجوية. تساقطت الثلوج مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين وصباح الاثنين في العاصمة عمان، إضافة إلى المرتفعات الجبلية. كانت بشكل عام محدودة التأثير دون المناطق التي ترتفع أقل من 1000 متر، في حين حصلت بعض التراكمات فوق هذا الارتفاع وبلغت بحدود 5 إلى 10 سنتيمترات في هذه المناطق. دعونا نستعرض معكم آخر هذه التحديثات، حيث نلاحظ أن ساعات صباح الاثنين سمكات الثلوج غير كبيرة في المناطق التي تقل ارتفاعها عن 1000 متر. مع ساعات مساء هذا اليوم الاثنين تضعف فرص الهطول في شمال وسط المملكة، على أن تتركز ذلك في احتمال بدء تساقط ثلج جديد في جبال الكرك والطفيلة. من هنا من ساعات قبل ظهر الاثنين وحتى ساعات العصر ستستمر الهطولات الثلجية بالهطول على شكل زخات متفاوتة الغزارة في العديد من المناطق. لا يستبعد حدوث بعض التراكمات في المناطق التي ترتفع أكثر من 1000 متر عن سطح البحر، تشمل الأحياء المرتفعة من العاصمة عمان. ومن خلال هذه الصورة نستعرض معكم التوقعات الخاصة بيوم الغد الثلاثاء، حيث نتيجة لاستمرار تمركز مرتفع جوي في القارة الأوروبية يستمر تدفق الهواء البارد من الأراضي التركية باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى تكون منخفض جوي. هذا المنخفض الجوي يتسم بقيم ضغط جوي مرتفعة سيتشكل قبالة السواحل الفلسطينية، لكنه سيدفع بالمزيد من الرطوبة في طبقات الجو المختلفة، مما يعمل على تولد السحب الركامية في البحر ودخولها إلى المملكة بالتزامن مع برودة إضافية في طبقات الجو كافة، مما يؤدي إلى ازدياد في فرص الثلوج في العديد من المناطق، ازدياد فرص التراكم في العديد من المناطق بمشيئة الله. مع ساعات مساء الثلاثاء يتوقع أن تصبح هذه الهطولات الثلجية التي ستصل حينها إلى مناطق البادية الشرقية، ربما ستصبح هذه الهطولات ضعيفة ومتقطعة، مما يفسح المجال أمام موجة من الجليد صراحة يتوقع أن تكون قوية مع نهاية الأسبوع. هذه الموجة ستعمل مع بداية مع ساعات المساء الأولى على تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وبالتالي يصبح المسير على الطرقات خطرا، وبالتالي نحذر الإخوة المواطنين من خطر الخروج بالخارج إلا للضرورة القصوى ومن خلال مركبات مجهزة لهذا الخصوص، حيث ستقل درجة الحرارة الصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء إلى حدود -3 أو -4 درجات مئوية في عمان والمدن الأردنية، في حين تبلغ هذه درجة الحرارة قيما قياسية ربما تكون متطرفة مع ساعات الأربعاء على الخميس، والخميس على الجمعة تقل عن -5 درجات مئوية تحت الصفر. تابعونا خلال هذا اليوم للمزيد من التحديثات.